السلطات الإسرائيلية تعتقل عددا من الدروز بعد أحداث الجولان، ونتنياهو يلتقي بالقيادة الدرزية لاحتواء التصعيد الأخير. خامنئي ينفي تجميد الأنشطة النووية في أي اتفاق نهائي، وواشنطن تشدد على التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. وعلاقات باريس واشنطن على المحك، فرنسا تستدعي السفيرة الأمريكية لديها احتجاجا على تجسس واشنطن على 3 رؤساء فرنسيين. أخبار اليوم مع فراس حامد. أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار اليوم. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من الدروز في الشولان إثر هجمتين على الأقل استهدفتا سيارتي إسعاف أقلتا جرحى سوريين. هذا والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم مع القادة الدرزية من أجل احتواء هذا التطور الذي وصفته إسرائيل بالخطير. التفاصيل مع أمجد أبو عرفي. رغم الهدوء الذي يسود المناطق الدرزية في إسرائيل بعد موجة غضب أسفرت عن حادث الاعتداء الأخير في مجدل شمس على سيارة الإسعاف العسكرية ومقتل أحد الجرحى السوريين فيها، إلا أن القضية ما تزال تتفاعل على أصعد عدة. فقوات الأمن والشرطة تعتقل الليلة الماضية 9 من الشبان الدروز في كل من المجدل وحرفيش بتهمة المشاركة في تنفيذ الاعتداء، بينهم جندي في الجيش متهم بتسريب المعلومات عن الجرحى السوريين وتوقيت نقلهم إلى المستشفى. شو بتقول على الاعتقال؟ أنا بريء من كل التهم اللي اتهم فيها. ما كنت هناك. أنا ما كنتش هناك، وكلياتها هذه التهم مش صحيحة. أنا أرى الأمر على درجة كبيرة من الخطورة، وليكن واضحا للجميع، لن نسمح لأحد بتجاوز القانون ولن نسمح لأحد بالتعرض لجنودنا. الأزمة التي بدأت بالتصاعد مؤخرا جاءت في أعقاب اتهام الدروز للجيش الإسرائيلي بتقديم المساعدة الإنسانية والعسكرية ربما لعناصر ومقاتلي جبهة النصرة في الوقت الذي تشن الأخيرة هجمات على القرى والبلدات الدرزية السورية، وهو ما أثار مشاعر الغضب والاحتقان لدى الدروز في إسرائيل. نحن نريد من المجتمع الدولي وبدعم من إسرائيل التدخل لوقف داعش والأنشطة الإرهابية الأخرى التي تستهدف الأبرياء في سوريا وتحديدا في جبل الدروز. اجتماعات واتصالات مكثفة يجريها وجهاء وشيوخ الطائفة الدرزية مع المسؤولين في الدولة والحكومة الإسرائيلية من أجل احتواء الأزمة والحلولة دون تطورها، كان آخرها اليوم ولقاء وجهاء الطائفة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان الطرفان قد دعيا لضبط النفس مستنكرين الحادثة الأخيرة في المجدل. ويبقى التوتر سيدا للموقف في القرى الدرزية، وإن بدا هادئا في المجمل فالأزمة في سوريا المجاورة بدأت تنعكس على جوارها، ومع استمرار استهداف الدروز وقراهم في سوريا سيستمر صداه يسمع في إسرائيل. ولمواكبة هذا الموضوع مع فيروسي السيد خميس أبو العافية إعلام محلل سياسي، مرحبا بك. والدكتور روفين بيركو خبير في الشؤون الشرق الأوسطية، مرحبا بك. أريد أن أبدأ معك، وأنت كتبت مقالة عن ما يجري مع الدروز في سوريا والدروز في إسرائيل والحراك الشعبي الذي يتم هنا، هل برأيك الدروز أخطأوا بما يجري في الأيام الأخيرة؟ هناك بعض الغلطات، وأولها ما جرى بالنسبة لسيارة الإسعاف والهجوم عليها. أنا شخصيا أعتبر هذا العمل عمل غير إخلاقي، وهو يعني يتعارض وكل القيم والأخلاق الإنسانية عندما يلتجئ لعندك إنسان مريض مهما كانت انتماءاته وأعماله في السابق، فهو خادع لك لإلقاء الشفاء. وهذه كانت من مسؤولية إسرائيل، وهذا خطأ إسرائيلي أنهم لم يتوقعوا احتمال حدوث هذا الأمل. وهناك تحقيق في جيش الدفاع لماذا لم يؤمنوا السيارة بشيء بقوة أكثر، لأننا من مكان يلتجئ إلى إسرائيل طلبا بالشفاء أو العلاج فعلينا المسؤولية أن نعالجه. وهنا الغلطة الثانية ارتكبت من قبل بعض الشخصيات الشاذة في طائفة درزية، عندما هاجموا على سيارة الإسعاف وقتلوا وجرحوا الثاني، قتلوا إنسان مريض وجريح وجرحوا الثاني، الأمر الذي لم يحل مشاكل الدروز صحيح. في سوريا، بل
يزيد تنبلة عندما يفكر هؤلاء في الطرف الثاني في هذا العمل سوف يشتد موقفهم تجاه الدروز في الطرف السوري، فهم خسروا نتيجة هذا العمل. طبعا أنا كإنسان إسرائيلي أشجبه بكل شدة ما عملوا في قضية سيارة الإسعاف. أما بخصوص الصورة بكاميليا إذا أردت أتطرق لهذا الأمر، طبعا القضية معقدة جدا، وهذا ما أردته في مقالتي في جريدة إسرائيل اليوم. الموضوع يجتاز حدود وله معاني بعيدة حتى في دوائر الدول العربية التي تحيط بنا من أمثال سعودية وقطر وتركيا، والتي من الواضح أنهم يساعدوا القوات الإسلامية الراديكالية الأصولية من أمثال داعش وجبهة النصرة. ويعني وسقوط أو انهزام الأسد يخلق فراغ في الجنوب السوري ويتعبى الفراغ من قبل جبهة النصرة. وطبيعة الأمر دروز الذين لنا تحالف دم معهم كتائفة إخوة لنا، إخواننا بالدم والمصير، هكذا نعتبر طائفة دروزية في داخل إسرائيل، فهم موجودين في مشكلة اتخاذ قرار. والدروز في المنطقة السورية أيضا منقسمين على يعني قسمين، الجزء الذي يرى مصيره مع بشار الأسد، والجزء الذي يتنبأ يعني متشائم بما يتعلق بمصير الأسد ويريد الانفصال وحماية الذات من خلال قدرات شخصية. والكل موافق على شغلة واحدة، وهي أن هنالك مساعي دولية وإقليمية لازم تنعمل بمشاركة إسرائيل لحماية الدروز الذين يقربون لإخواننا الدروز، ولذلك هم مهمين لنا أيضا. نعم، ربما هذه النقطة الجميع يتساءل لماذا هذه الضجة الكبيرة على الدروز بالأخص، كان الأمر أيضا مع الأكراد مع الأيزيديين في العراق، هناك من يقول بأنهم ربما لأنهم حلقة مفصلية في الصراع الداخلي في سوريا، إما إزاء بشار الأسد أو عكس ذلك. أولا نقطة مهمة جدا، أن أرفض رفضا قاطعا محاولة التعميم على جميع الدروز ووضعهم في قفص الاتهام فيما حدث في الجولان بدون شك، هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا نقطة للتوضيح، ما حدث هناك وأنا بالطبع أشجبك كما شجبه غالبية مطلقة من الأشقاء الدروز، ولكن أنه أن هذه تندرج في إطار ردة الفعل العاطفية الاندفاعية من قبل مجموعة سمعت ما سمعت وتراكمت الأنباء التي تدفقت من سوريا وتقول أن هنالك يدور الحديث عن مجزرة قد تحدث بحق الدروز. وما يميز الدروز عن باقي الأقليات هو مدى اللحمة والتآلف ما بينهم. إذا اشتكى درزي في سوريا من ألم ما تألم الدرزي في إسرائيل، هذه نقطة مهمة جدا. من هنا حدث ما حدث، بالطبع الغالبية المطلقة من الأشقاء دروز شجبوا ذلك لأنهم رأوا بهذه العملة لا تتماشى مع أدبيات وأخلاقيات الدروز. الدروز معروف عنهم أن لديهم قائمة من الأخلاقيات العليا التي قلما تسم فيها أناس آخرون. فيما يتعلق في الموضوع، الدروز هم حلقة مفصلية في الصراع الدامي في الحرب الدروس التي تدور رحاها على الأراضي السورية ما بين النظام الشرعي للرئيس بشار الأسد وما بين فلول مسلحين من داعش وغير داعش ممن يؤتمرون من تركيا والسعودية وهنالك وقطر، وأيضا هم من طباخ السم الأمريكي الذين خلقوا وأوجدوا هذه المنظمات الإرهابية خدمة لأجندات CIA، ولكن تحول السحر على الساحر. لذلك في هذه الحرب الدروز هم حلقة مفصلية، بشار الأسد يريدهم إلى جنبه، وفلول المسلحين يقول بإن امتنعوا الدروز عن الانخراط في المعركة
والتزم موقف الحياد فسوف لا يتم التعرض له. وهم قاموا بذلك منذ بداية هذه الأزمة. كانوا لذلك أنت ترى اليوم ترى وتلحظ أن هنالك تراجعا في موقف ما يعرف باسم جبهة النصرة تجاه وحيال الدروز، حتى سمعت أنباء تؤكد أن تم إحالة المجرم الذي قتل في قلب اللوز بعض من الضحايا الدروز سوف يقدم للمحاكمة بتهمة القتل المتعمد، ما يعني أن هنالك تنصل من هذه الجريمة النقام. نعم، دعني أذهب إلى سيد صالح طريف الوزير السابق. سيد صالح، مرحبا بك. في البداية أنت تواجدت خلال اللقاء أيضا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع القيادة الدرزية، ما هو ملخص هذا اللقاء أو ما هو دعنا نقول ما هي نتائج هذا اللقاء؟ أولا لا شك بأننا كنا شركاء في الرأي بأن ما حصل من الحادثة المؤسفة، الحادثتين إن كان في هرسيش أو في الجولان، إنما هي حادثة مؤلمة لنا جميعا، ونندد مثل هذه الحادثة. نعيش في دولة قانون ولا نريد أن يكون تفاوتات هذا القانون لا بهذا الشكل أو ذاك، وهذه الأفراد التي قامت بهذا العمل إنما أساءت لسمعة الدروز وأضرت مصالح أهلنا في سوريا، ده هكذا نتصرف. وعلى هذا الأساس نحن والدولة وكلنا في نفس القارب في هذا الموضوع لن نقبل أن تتكرر مثل هذه الحوادث ومهاجمة الجرحى مهما كانوا حتى إن كانوا عدو. نعم. وعلى هذا الأساس هذا كان موضوع مهم. ثانيا اتفقنا بأن نحن لا نريد تدخل دولة إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تتدخل في الشأن السوري لا في هذا الموضوع أو ذاك، ولا لمصلحة الدروز أو ضد ذاك. ولهذا نحن كمواطنين في الدولة كان لنا طلب واحد، أن نحن كطائفة لنا عاطفة ونريد أن ندعم بكل ما نملك أهلنا في سوريا لكي يستطيعوا حماية أنفسهم وأن لا يهاجموا أحدا وأن لا يكونوا جزء من هذا الاقتتال الصعب الدائر في سوريا. نعم، سيد صالح ضيفي هنا، السيد خميس أبو العافي يريد توجيه لك سؤال، تفضل سيد خميس. أستاذ صالح، هل تم الطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب رسمي من قبل الأشقاء دروز بعدم تدخل إسرائيل في الأزمة الحالية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هو، هل في حال لا سمح الله شهدنا حدوث سيناريو قيام فلول المجرمين من داعش وغير داعش بالتعرض للدروز، هل قمتم بتوجيه طلب للحكومة الإسرائيلية بإفساح المجال لدروز إسرائيل بالانتقال إلى السويداء وغير السويداء للقتال إلى جانب إخوانهم وأشقائهم هناك؟ في خميس، أولا دعنا نهدئ الأمور لأن الأمور في سوريا وهي محتدة جدا والتوتر كبير. أولا جوابة واضحة على سؤالك الأول، نعم قلنا لرئيس الحكومة وهو قال وافق معنا بأننا لا نريد أن ندخل إسرائيل في العراق السوري، وإسرائيل لا تريد تدخل. هذا قال، ما هذا هي سياسة الحكومة وهي واضحة وسنحافظ عليها، لن ندخل بأي شكل من الأشكال ولن نقوم بأي تدخل في الشؤون السورية لا عسكريا لا سياسيا ولا بأي شكل من الأشكال. وهذا كان مطلبنا لإبعاد الدروز عن أي موضوع يمكن أن يخلق لهم مشاكل على هذا السياق. نعم سيد. نعم. السؤال الآخر طبعا ما قلته، نحن نريد أن ندافع عن أهلنا ونساعدهم. أتأمل أن لا نصل لوضع لكي حتى نفكر في إمكانية عبور الحدود لمساعدتهم. أنا متأكد بأن لهم الكفاية من المقاتلين، نحن نساعدهم وندعمهم إنسانيا وبكل شكل من الأشكال، ونتأمل أن يستطيعوا المحافظة على أمر. نعم سيد صالح، هل دار الحديث دعنا نقول هناك اتهام من قبل الدروز هنا وفي مناطق أخرى بأن إسرائيل تتعاون مع جبهة النصرة، هل دار الحديث على هذا الأمر خلال هذا اللقاء؟ أنا لم أفهم السؤال، أنا متأسف لم أسمعه. سيد صالح، هناك من يقول من الدروز هنا وفي مناطق أخرى بأن إسرائيل تتعاون مع جبهة النصرة على الأراضي السورية، هل دار الحديث عن هذه النقطة في هذا اللقاء؟ نعم نعم، شكرا لهذا السؤال لأنه مهم. نعم، رئيس الحكومة أكد وشدد وبحضور وزير الدفاع والقائد العام للجيش
وقال بأن رئيس الأركان قد أعلن قبل أيام بأن إسرائيل لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع النصرة. إسرائيل تستقبل جرحى، وهذه الجرحى تستقبلها من كان من المواطنين السوريين أو غيرهم، وربما إذا جاء من النصرة أو غيرهم فهي تستقبل الجرحى بشكل إنساني وتعالجهم كجزء من سياسة إسرائيل، كما يحصل في الضفة الغربية أو في غير مناطق. فإذا كان من الإرهابي قد هاجم الجندي فهو يؤخذ للمستشفى، وهذا هو الشيء الذي وضحه رئيس الوزراء وقاله بشكل واضح. نحن لن نتعامل مع جبهة النصرة ولن نتعامل مع أي عنصر يهاجم الطائفة الدرزية أينما كان. نعم سيد صاطريف، أردنا أن تكون معنا في الاستوديو لكن كنت في اللقاء الوزير السابق، شكرا جزيلا. شكرا لك. استمعنا على قضية جبهة النصرة وإسرائيل، وهو يقول بأن القيادة العسكرية والسياسية أوضحت بشكل واضح بأن الأمر يتعلق بمساعدات إنسانية وليس بالتعاون مع جبهة النصرة. أمر واضح جدا، إذا أخذت بالاعتبار المبادئ الإسلامية العنصرية الأصلية التي يحملونها جبهات القوات الإسلامية الإرهابية في سوريا، فعليك أن تعمل إنه هي تنبثق عن تفكير الإخوان المسلمين، والذي يقول يعني في من خلاله الواجب يبين الواجب بقتل اليهود أو بأسلمتهم أو بدفع جزية ولا بقبول وجودهم كدولة هنا. فبطبيعة الحال ليس هناك مجال للتعاون يعني رسمي أو غير رسمي مع هؤلاء. على فكرة يعني من وجهة نظرهم الدروز أسوأ من اليهود والمسيحيين وكل هؤلاء الكفار، حتى لأنهم يعتبروا مرتدون، من عرفوا الصحيح وارتدوا عنه. ولذلك يعني حتى إذا كان تم اتفاق ما فهو لا إذا يعني افتراض، فافتراض مستحيل، فهو يعني ما لوش وزن، حيث أن حتى الجولاني القائد تبعهم أعلن أنه من لا يطلق نار علينا فنحن نعتبره غير عدو ولا نرمي عليه، ولكن خالفوا رجالاته في قرية حضر وقلب اللوزة هذه الوعود. صحيح. وهذا أمر مستحيل أن يتم أي اتفاق بيننا وبينه. كل ما هنالك هو مساعدة المرضى على من مكانه يعني من مكان أصله. أنا بداية بدي أحتج على ما قلته، هذه أقوالك تندرج في إطار سياسة ضق الأسفين، وهي سياسة اللي تنبثق عن سياسة أكبر، سياسة فرق تسد الذي أوجدها المستشرقون عندما زعموا وادعوا وكأن الإسلام يقتل. أنا لم أقول ذلك، أنت قلت إخوان المسلمين. أنا لست مدافع، أنا لست مدافع عن إخوان المسلمين. سوف أوريك المصادر التي تنبثق عن إخوان المسلمين. أنا آخر من يدافع عنه، ولكن أنا أقول عن الإسلام شيء. اسمع أرجو، أنا نشأت وترعرعت في بيت مسلم محافظ، يعني أنا كل احترامي للمسلمين، وأنا أقول لك بالحرف الواحد ما أنت لا تستطيع أن تقولها. أنا قلت حتى على مسامعي إعلامي درزي وهو شاهد، أنا قلت له بأنني مستعد أن أتبرع لنصرة إخواني الدروز لأن هذا الأدب الإسلامي الذي أنا نشأت وترعرعت عليه. ولكن ما نشاهده اليوم في سوريا، هذه مجموعات أوجدتها المخابرات الأمريكية بداية لضرب الاتحاد السوفيتي لدى التوغل السوفيتي في أفغانستان، ثم في العراق. قصدك طالبان؟ طالبان القاعدة، ثم القاعدة هذه داعش المنظمة الإرهابية الإجرامية، جبهة النصرة اليوم. أنت حتى بحذافير لسانك قلت قبل قليل بأن هذه مجموعات ممولة ليس فقط من السعودية إنما من قطر. نعم. ما يحدث في سوريا تركيا. هي حرب سياسية خدمة لأجندات خارجية. الدروز هم شئت أم أبيت، رضيت أم رغبت، هذه شعب الدروز، شعب لهم في سوريا لا يقل عن ما للسنيين وغير السنيين في سوريا. إن التزموا الحياد سوف يتركوا لشأنهم كما قالوا المتحدثون باسم جبهة النصر وغيرها، وإن دخلوا المعركة فهم أخذوا موقف تجاه النظام السوري، وأنا بطبع أؤيد النظام السوري بشار الأسد لأنه أرى فيه هذا نظام شرعي، وأرى في هؤلاء في المجموعات عبارة عن مجموعات دخيلة مرتزقة لقتل السوريين والقتل الإنساني في سوريا.
نعم، أردت التعقيب على ما يقول؟ يعني بغض النظر، يعني أنا موافق معك إلا بشغلة واحدة، أنا لم ألوم الإسلام بشيء، أنا حددت الموقف تبعي بالإخوان المسلمين الذي كل مرجعيتهم تنص على إبادة الدولة الإسرائيلية وقتل اليهود فيها، وأشير إلى ميثاق حماس على سبيل المثل البند السابع. إذا يعني إذا أردت أن تقرأ ما يفكر عن حماس، أنا أسألك سؤالك بصفتك خبير، من أوجد حماس من في الساحة الفلسطينية؟ هناك، شوف، إحنا أيام وجودنا في القطاع كنا من سمحوا للمجمع الإسلامي أن ينشط، وهم جذور حماس اليوم، ولكن نحن في مجموعة. أنتم سمحتم لهم لكي ينشطوا في قطاع غزة لضرب منظمة التحرير ورئيس منظمة التحرير الرئيس الراحل ياسر عرفات، هذه كما يقول تندرج في إطار مخططات عسكرية أمنية إسرائيلية. أنت قلت إنه نحن الغرب خلق القاعدة وطالبان وغيرها، قد يكون هذا الأمر، ولكن إن حكينا عن الإخوان المسلمين، داني سوف نعود. سيد قطب وحسن البنا هم مؤسسي الحركة، وهم يدعون بأن اليهود ليس لهم دولة. لحظة سيد خمسون، نذهب إلى سيد حمد عويدات مراسل بريس تي في الإيراني الذي ينضم إلينا عبر سكايب من هضبة جولان. سيد حمد مرحبا بك. سيد حمد، كانت اعتقالات للدروز في هضبة جولان بعد حادثة جولان، ما هي الأجواء بعد هذه الاعتقالات في البداية؟ الأجواء هنا هي أجواء هادئة منذ ليلة البارحة، كانت هناك توقعات ولذلك لم يكن مفاجئا بأن هناك حملة اعتقالات سوف تكون، وقد نوهت عليها سابقا. لا توجد حتى الآن ردود فعل محلية أو شعبية من قبل أهل جولان، وأنا أعتقد أنه لن تكون هناك ردود فعل، لأن أبناء جولان بحكم الموقع الذين يعيشون به والظروف يعيشون بها. نعم، على ما يبدو انقطع. نعم تفضل سيد حمد. والظروف التي يعيشون بها لا تحكم عليهم بأن يكون هناك ردود فعل يليق أو يرقى إلى مستوى الفعل أو العقاب أو التهم الموجهة لأبناء الجولان، ولكن ذلك يبقى على مستوى النشاط الإعلامي وصفحات التواصل الاجتماعي والتظاهر وإلى آخره من هذه الحالات. نعم سيد حمد، كان اجتماع للقادة الدروز مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقادة العسكريين، وملخص هذا اللقاء كان بأن إسرائيل والدروز سوف يواجهون من يخالف القانون، وبأن إسرائيل لا تتعاون مع جبهة النصرة ولن تتدخل في الاقتتال في سوريا في نهاية المطاف. بالنسبة لتعامل إسرائيل مع من يخالف القانون فهو ليس بجديد، إن كان درزي أو يهودي أو مسلم أو ما، بغض النظر عن ديانته أو مكان تواجده، إن كان في أرض محتلة أو حتى على أراضي فلسطين 48 فهذا لا يعني أنهم لن يعاقبوا. هذا القانون الإسرائيلي، وجميعنا نعلم أننا نعيش في دولة قانون ولا يمكن أن نخبئ الشمس بالغربال، ولكن من شق آخر عندما يقوم بعض القادة الدروز اليوم والذي يجب عليهم أن يمثلوا شريحة كبيرة من أبناء طائفتهم وتحديدا المتواجدين في الجليل وليس في الجولان، لأن الجولان هم لا يمثلونه لا سياسيا ولا حزبيا ولا عسكريا، وإنما يمثلونه من حيث العقيدة والدين والتواصل المشترك والحياة المشتركة. أعتقد أن هذا الاجتماع هو عبارة عن ذرة ماء في العيون، لن يقدم ولن يؤخر شيء. ما حصل البارحة كان عبارة عن نتيجة لعدم تجاوب دولة إسرائيل بوقف مساعدتها لجبهة النصرة. أنا أعتقد أنهم كذبوا بما فيه الكفاية، فأرض الميدان تقرر من الذي يساعد جبهة النصرة ومن الذي لا يساعدهم. وأعتقد أن الحادثة اللي حصلت البارحة كانت أكبر برهان، مع الأسف الشديد أنا، لهذه الحادثة. جميعنا نرفض هكذا نوع من الحوادث، ولكن الحادثة التي حصلت البارحة كانت أكبر برهان على أن من يتواجدون داخل سيارة إسعاف هم من جبهة النصرة. الإثبات على ذلك هو أن الفئة الوحيدة التي نددت بهذه العملية أو بهذه الحادثة من شرقي الشريط الشائك المتواجد أو الفرق المتواجدة داخل سوريا هي فقط جبهة النصرة، وأيضا كان هناك أصوات تعلو للمفاجأة من قبل داعش وهي تقول وتهدد الدروز أنهم سوف ينتقمون. لو كانوا هؤلاء الجرحى هن عبارة عن مواطنين سوريين لما تبنت جبهة النصرة هذا التبني الذي. نعم سيد حمد، ضيفي روفنبرك يريد أن أوجه لك سؤال. بدي أفهم لو سمحت سيد حمد، يعني مع كل احترامي لتقريرك، ما علاقة هوية هؤلاء الجرحى
الجرحى الذين كانوا في سيارة الإسعاف بما تقوله، إذا كانوا أردنيين لا سمح الله أو إيرانيين لا سمح الله، من مكان من الجرحى، شو علاقة ردة الفعل لهؤلاء العصابة الشاذة والمنكر والذي نجيبها ده كل جميعنا، شو علاقة هوية هؤلاء بالنتيجة؟ هذا عمل شاذ والكل يشتبه. دعنا نعطي الإجابة، تفضل سيدي. نعم أنا أحترم سؤالك وسؤالك جدا جميل لأنه ذو شقين. الشق الأول إذا أردت إجابة إنسانية بمحض الإنسانية أضم صوتي إلى صوتك وأنا أقول أنه حتى لو كان عدوي أو مهما كان، حتى لو كان يحمل على يديه دماء لأبرياء كثر وعشرات، لا يجب التعامل معه بهذا المنطق، ولكن يجب التقييم ويجب علينا أن نعلم بأي اتجاه نحن نناقش. إذا أردنا أن نناقش من منطقة الإنسانية فأنا أضم صوتي إلى صوتك ويمنع أيضا أن نقتله ويمنع التهجم عليه وتمنع هذه الظاهرة. أما إذا أردنا أن نناقش الظاهرة السياسية، الظاهرة السياسية هي ظاهرة جدا مركبة. الظاهرة السياسية تقول أن على إسرائيل أن تكف يدها عن معالجة الإرهابيين، وخاصة أنها موقعة قامت بالتوقيع على معاهدات جنيف بأنها يجب عليها أن تعالج أسرى حرب، هذا صحيح وهي تقوم بذلك، وأيضا يجب عليها أن تعالج كل من يلجأ إلى حدودها وهذا صحيح، ولكن أيضا هي وقعت بمعاهدة جنيف إحدى البنود تقول بأنه في حال قامت إسرائيل بالحصول على بعض أفراد إحدى المنظمات الإرهابية المعترف عليها دوليا مثل جبهة النصرة، عليها أن تقدم العلاج وبعد ذلك أن يتم تسليمه إلى القانون الدولي أو إلى محاكمها كما تفعل مع حماس كما تفعل مع كل شخص آخر. ولكن بما أن أعضاء جبهة النصرة هم عمليا يقومون وهم أدوات يقومون بمهام يحلم بها الإسرائيلي داخل الحدود السورية، فأنا أعتقد أنه هذا ما حصل وهذا ما سيحصل، ولذلك تم إعلان الجولان منطقة عسكرية وهي تحت الحكم العسكري. نعم وصلت الفكرة سيد حمد عبيدات مراسل بريس تي في الإيرانية، شكرا جزيلا لك، أردت التعقيب باختصار شديد. استنتاج سيد حمد بأنه إذا عالجت إسرائيل هؤلاء الجرحى فهذا يعني أنها تتعامل معهم، طبعا استنتاج غلط لأننا نعالج من مكان إذا كان حتى جرحى من حماس أو من حزب الله فنحن نعالجهم. دكتور بيركو، نعم، تقرير الأمم المتحدة من عناصره المتواجدة في جولان قالت بأن هنالك في حلق الظلام في الليل يقوم بعض المقاتلين من سوريا بالعبور إلى إسرائيل، يقال للتداول ولكن لأغراض أخرى ما يعكس. تتدخل في أمور استخباراتية وهي أكبر من حجمنا جميعا. دكتور أرجو منكم. شكرا جزيلا لك سيد خميس بلافي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه المرحلة، نحن مستمرون بتغطية الأخبار الإقليمية والدولية، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده، ابقوا معنا.